تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كيفية الوصول إلى المسار المتمدرس بالهاتف فقط. نقوم بالضغط هنا على جوجل الخاص بكم، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا على المسار، سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الفضاء خاص بالتلميذات والتلاميذ. بعدها سوف نقوم بكتابة هنا الاسم المستخدم، وهنا سوف نقوم بكتابة كلمة المرور. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول. من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل وضع الطيران. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.